كما ينضم إلينا مشاهدي الكرام عبر الهاتف محمد مخلوف الكاتب الصحفي بدار أخبار اليوم. سيد محمد، كيف تابعت توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا المؤتمر وفي جلساته الختامية والتي وجه فيها الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين؟ مساء الخير على حضرتك أستاذ مصطفى وعلى السادة المشاهدين. يعني كنت في البداية يعني عايز أشير إلى حاجة مهمة جدا، أن مصر شهدت انعقاد جلسات المؤتمر الاقتصادي على الهواء مباشرة، وذلك تزامنا مع أفاق الجمهورية الجديدة ودولة 30 يونيو التي يقود مسيرتها الرئيس المخلص عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يعني شفنا كل ده بيتم، المشروعات اللي بتتم برؤية مستقبلية مستنيرة بتحقق أمال الشعب من خلال إنجازات ومشروعات قومية عملاقة، كل ده أسس لدولة حديثة آمنة مستقرة. نعم. طبعا هنا لازم نشير الإنجازات والوضع الاستقرار الأمني ده ما تمش بسهولة. طبعا هنا بنوجه تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار وأبنائنا ومصابي الواجب من رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية. طبعا الناس دي كلها قدمت، أبطال دول أبطال من ذهب فعلا، قدموا تضحيات وكبيرة من أجل الوطن، من أجل أن يحيا شعبنا آمنا مطمئنا، عشان نصل لهذه المرحلة من مرحلة الاستقرار الأمني التي تشهده البلاد. وطبعا دي بتزعج أعداء الوطن ويريدوا جر البلاد إلى الفوضى والدمار، لكن وعي المصريين سيحطم أحلام الخونة وستظل مصر محفوظة بأمر الله. يعني عايز أقول لحضرتك، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني قبل المؤتمر الاقتصادي شاركت فيه كل فئات الشعب، وبالإضافة لتوجيه الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي، ده أكبر وأهم دليل على إحساس القيادة السياسية بنبض الشارع المصري، وهو ما يبرهن على النية الصادقة والمخلصة لقيادتنا السياسية الشريفة. كل ده كان بيترجم السؤال اللي حضرتك سألتني فيه بخصوص توجيه سيادة الرئيس للحكومة بالعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية في الفترة القادمة. نعم. طيب سيد محمد، لو أسألك عن أهم التوصيات التي جاءت في الجلسة الختامية والتي تلاها على الحضور الكاتب الصحفي الكبير نقيب الصحفيين السيد ضياء رشوان، عن تبني آلية مستمرة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، عن زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز وجوده داخل المسار، مسار الإصلاح الاقتصادي، أيضا فيما يخص القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الكبيرة وفيما يخص السياسات المالية والنقدية، كيف قرأت هذه القراءات التحليلية بصورة أبعد، ويعني ما دار في الجلسة الختامية وفي أيضا تلاوة التوصيات؟ مصطفى، يعني الجميع يعلم ويتابع ويشعر بذلك أن دولة 30 يونيو منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية يعني لم يحصل عليها أو يعيشها منذ عقود. القطاع الخاص أثبت للعالم كله أنه قاطرة التنمية والاستثمار، وطبعا بيتضح ذلك عالميا من خلال دول العالم مختلفة بوضوح، وخصوصا في الدول المتقدمة. طبعا القطاع الخاص بيتصدر المشهد الاقتصادي في الدول المتقدمة، وبيستطيع أن يدخل في كافة المجالات بجميع مستويات الأعمال، سواء كانت مشروعات متناهية الصغر أو متوسطة أو كبيرة أو ضخمة إلى آخره. يعني لذلك كانت توجيهات القيادة السياسية الاتجاه لتشجيع القطاع الخاص المصري وإطلاق يده في التنمية والاستثمار على أرض مصر. فالقطاع الخاص في مصر يعني كبير، ومشاركته تتجاوز 75% من حجم الاقتصاد، فضلا عن أن القطاع الخاص له دور كبير في توفير فرص العمل والحد من نسبة البطالة. وحاليا بتعمل الدولة على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات، ويمكن ده كان من أبرز التوصيات اللي خرج بيها المؤتمر الاقتصادي اليوم. وطبعا في حاجة مهمة يمكن عايز أكد عليها، أن دولة رئيس الوزراء وضحها في خلال الجلسات يمكن أمس، أن التمويل الميسر لا تحتكره الحكومة، وإنما الدولة تساعد القطاع الخاص في الحصول على قروض ميسرة من مختلف الجهات الدولية، وده من خلال المشاركة في المشروعات والاستثمار في مصر. وابرز مزايا ذلك يعني ممكن نقول ايه، الحكومه تستفاد، لا تستفاد الدوله والحكومه انها لا تحمل موازنه الدوله اي اموال، فضلا عن توفير فرص عمل. طيب لو عدنا بالذاكره الى الوراء، منذ ان جاء الرئيس وعمل على تهيئه شبكه الطرق الذي نراها الان، وتهيئه ايضا البنيه التحتيه في كافه القطاعات المختلفه في الدوله، الآن بعد مرور ما يقرب من 7 سنوات أو 8 سنوات على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت
ويعني ما يلمسه الشارع المصري، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ يعني يمكن خير دليل على ذلك هو رد وكلمات السيد الرئيس التي كانت صريحة وكاشفة ومعبرة عن الوضع الذي تسلم عليه الدولة والوضع الذي يراه ويشعر به المواطن الآن، وشايفين كل أبناء الشعب المصري في قرى ونجوع مصر في مختلف المحافظات. يمكن كلمة الرئيس أمام المؤتمر كانت صريحة وكاشفة لكل الجهود اللي قامت بها الدولة خلال ال8 سنوات الماضية، وكمان يعني ده كان وضح وأكد أن القيادة السياسية كان ليها إرادة أو عندها إرادة قوية لوضع حلول جذرية لكافة الأزمات بمختلف قطاعات الدولة. يعني قطاع الطرق اللي اتعملت شبكة قومية للطرق، كل الناس ما يعني اسأل حضرتك أي حد في الشارع في أي مكان في كل المحافظات تلاقيه شايف وحاسس في محاور جديدة اتعملت، في كباري جديدة في مختلف المحافظات، في ده كله ساهم في السيولة المرورية، بيوفر المشقة والتعب والوقت والجهد، وكمان بيوفر فلوس للمواطنين وتكلفة البنزين للعربيات والتأخير في المواصلات. بخلاف كل ذلك ان قرارات الإصلاح الاقتصادي كانت مهمة وكانت كلمة السر لصمود الدولة امام التحديات التي تواجهها. طبعا في حديثي كلمات السيد الرئيس ترسخ وتوضح القاعدة السياسية والمعلومات الكبيرة التي يتميز بها، وطبعا كانت كاشفة لكل حجم التحديات اللي كانت تواجه الدولة، وطبعا ده يعين على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية. طيب من ضمن إجراءات الحكومة للتعامل مع الملفات الاقتصادية ضيفي الكريم، وهو يعني ما أقره السيد الرئيس بأن الدولة والقيادة السياسية ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات وملتزمة أيضا بتنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر مصر الاقتصادي 2022. من ضمن التوصيات دي ضيفي الكريم إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، يمكن ده في أقل من شهرين، ورفع القيود الكتيرة اللي ربما اشتكى منها كثير من رجال الصناعة. يعني انعكاس هذا على مسار العملية الاقتصادية بشكل كامل. يمكن ده كان طلب مهم وطلب رئيسي من مجتمع رجال الأعمال ورجال الصناعة بمناشدات كثيرة على مدار الفترة الماضية، وكان عقب تولي الأستاذ حسن عبد الله رئاسة البنك المركزي المصري يمكن يعني كان في مطالبات ومناشدات كثيرة له بالنظر في هذا الأمر وموضوع الاعتمادات المستندية. وطبعا حاليا الدولة المصرية تدرس وتسمع للجميع، وكان هذا الأمر محل دراسة واهتمام من الدولة من جميع المسؤولين وصولا إلى القيادة السياسية، وكانت هناك استجابة كبيرة. ويمكن لاحظنا ده في منعكس داخل القاعة من ترحيب كبير من كل الحضور من مختلف فئات الشعب ومن مختلف الجهات ورجال الأعمال والاقتصاديين والصناع وأيضا من رجال الحكومة. طيب يعني محور آخر تحدث فيه السيد الرئيس وتحدث فيه أو خرج بالتوصيات، وهو متعلق بالعملية الزراعية، وأن الدولة المصرية انتهجت نهجا كبيرا من 2016 في عملية الاستصلاح الزراعي والاعتماد على الغذاء المصري. هذا المحور له أهمية كبيرة وله أيضا أبعاد اقتصادية كبيرة متعلقة بالأمن القومي، متعلقة بالحفاظ والحماية المجتمعية والحفاظ على غذاء الشعب المصري. يعني انعكاس هذا وكيف يصل هذا إلى كل أفراد المجتمع؟ يعني حضرتك يصل هذا إلى أفراد المجتمع طبعا من خلال التناول الإعلامي والتركيز على هذه الرسائل الهامة وإبراز أهميتها ودورها، ومن خلال أيضا التناول في مختلف البرامج ووسائل الإعلام المختلفة. حضرتك أكيد الكل متابع ويعي جيدا خطورة الأزمة التي يمر بها العالم أجمع، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما فرض يعني أزمة غذائية عالمية، وده طبعا أثر على الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم. وطبعا قضية الأمن الغذائي دي من أهم القضايا وقضايا الأمن القومي اللي تهتم بها الدولة المصرية. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية حرص وعمل على زيادة الرقعة الزراعية والاستصلاح الزراعي للعمل على توفير
الزراعات وتأمين الأمن الغذائي للمصريين في مختلف المحافظات، يمكن من مشروع الملهم ومشروع القرن، مشروع مستقبل مصر اللي بيتم استصلاح أراضي زراعية لمساحات كبيرة، المشروع اللي كان متوقف لسنين وأعاد إحيائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استصلاح توشكا والمشروع وغيرها من المشروعات في مختلف نعم. المحافظات. يمكن دي طبعا عايز اقول لحضرتك في يعني رساله مهمه، المؤتمر الاقتصادي خطوه مهمه للخروج بتوصيات تؤدي لتعزيز مكانه مصر العالميه في مختلف القطاعات سواء الزراعيه او الصناعيه او السياحيه. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الكاتب الصحفي بدار أخبار اليوم الأستاذ محمد مخلوف، شكرا جزيلا لك.